مستعدين لحلقة جديدة من السناب نيوز؟ خلونا نبلش بالعناوين. معرض المون اللبنانية من لبنان. من مصر احتفال خدمة الكرازة للطفل. علمونا بالمدرسة إنه التدخين مش منيح، بس أهلنا بيدخنوا، شو لازم نعمل؟ موهبة ريتا من العراق. كيف كل يوم؟ مستعدين لحلقة جديدة من السنابل نيوز؟ مثل ما كلكم بيعرف، برنامج السنابل نيوز منخبر فيه نشاطات الأطفال المسيحيين بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكمان منعرف على نشاطات الأطفال الاجتماعية. نحن مع كل الأطفال وين ما يكونوا. مستعدين تنسمع الخبر الأول؟ معرض المون اللبنانية وهميتها على حياتنا، تقرير بعرفنا أكثر. هاي، معكم جانا من سنابل نيوز. عطول منشوف الماما أو التاتا عم بيحضروا المونة، بس شو رأيكم إذا نحن اليوم منحضر المونة، منحضر الزعتر؟ بونجور، خبرينا كيف خلقت فكرة إنه تعملوا أتوليه وتعلموا الأولاد كيف بيعملوا الزعتر والمونة؟ خلقت الفكرة لأن أنا بصفتي طبيبة أطفال من واجباتي أعلم للأولاد وللأمهات الأكل السليم، وفكرت بالزعتر لأن الزعتر هو تراثنا، بنعمله هو عبارة عن المونة اللي بتنعمل كل سنة بالبلد، ما في حدا ما بياخد معه زعتر وقت بيسافر لبرا، ففكرت جيب دق الزعتر تالولد يعرف هالمنقوشه اللي عم ياكلها شو في عليها. هيدي المنقوشه ما خلقت من يوم لتاني، كان قبل في قبلها نبته، والنبته هي الزعتر اللي بتعطي هالشيء. واليوم عم نعلمه لان الزعتر له كثير فوائد صحيه، له كثير فوائد غذائيه، بيعطي مناعه كثير منيحه. خبرنا شو عم تعمل؟ عم نحط الزعتر بالبوكل، بعدين نعمل اشياء معهم مثل منقوشة. اليوم عم نتعرف كيف عم نعمل الزعتر، وتعلمنا انه لازم ندقهم تنعمل زعتر بناكله نحن بالتارتين وكل شيء اكثر. عم بعمل زعتر، دقيت الزعتر شفتهم عم بيحطوه بمثل مصفية هونيك من خول، وهيك إذا في أشياء كتير قاسية بنرجع مندقهم، بعدين بنرجع منحطهم بنخلطهم مع سماء وسمسم، بعدين منحطهم بشي بوكال ومنكلهم نعمل أشياء منهم. خبرينا عن شكلة الزعتر وكيف بتنعمل. الزعتر هي عشبة عطرية كتير بتعطي ريحة قوية وطيبة، وبنستعملها بالأكل. فأنا اليوم حخبركم، هم بتستعمل بأشياء كتير، بس رح خبركم اليوم أنا جايبتها وعم بعمل زعتر اللي بناكله بالمنقوشة أو بالساندويش. عنا الزعتر بتكون هي شتلة خضرة مثل هاي الصغيرة، بنزرعهم حد بعض بصيروا يكبروا، لما بيكبروا بنقصهم نعملهم نقطفهم ورق، بنجففهم بالفاي مش بالشمس، بعدين بنبلش ندقهم مثل ما الصبية هون عم بتدقهم، وبننخلهم، ولما بنحصل هيك على الباودر الناعم تبعهم بنبلش نحطهم السماء. كمان السماء نحن زارعينه وبنحطه معهم. كمية الزعتر بتكون نصها كمية السماء ونصها كمية السمسم. وبعدين ببلش بنحط شوية ملح خشن، أنا حاطة دجاجة للسماء، ومنبلش نخلطهم، بعدين بصيروا منقوشة وأطيب منقوشة. وهلا لكل محبي منقوشة الزعتر وعروسة الزعتر، صرتوا تعرفوا من وين بيجي الزعتر. كانت معكم جنى من سنابل نيوز. ننتقل لجمهورية مصر العربية تنتعرف أكثر على حفلة خدمة الكرازة للطفل.
تقرير بعرفنا أكثر. هاي، ازيكم يا اصحاب؟ انا اميره من السنابل نيوز مصر. خدمه الكرازه للاطفال مجهزه لينا النهارده يوم مميز قوي، هنكون بنرنم فيه مع فريق الحياه الافضل للاطفال وفقرات تانيه كتيره قوي، خليكم معانا. نتكلم على يوم جميل للاطفال، نوصل لهم فيها رساله الله ان المحبه، ان الله عايزهم زي ما هم، الله بيقبلهم زي ما هم. يختار أعيش حياة صح أو أختار أعيشها غلط؟ يختار أعيش في النور، يختار أعيش في ال... كمان اتعلمنا ان لو حد اتريق علينا نجري على يسوع ونقول علشان هو يساعدنا. انا ما بحبش حد يتريق عليا. انا عارفه. انت عارف مين اكتر واحد بيبقى حاسس بيك في الحاجات دي؟ يسوع. يا بيقولوا يسوع. عارف ليه؟ عشان هو ساكن فوق فشايفنا كلنا وبيحبنا كلنا. عشان كنت في طوبة وبنطلوني اتقطع، وضحكوا صحابي عليا وقالوا الشاطر وقع، وقفت ونفضت والشنطة وقعت مني، والشنطة بدل الأزرق بقى لونها بني. أنا عارف إن الله معايا ودايماً الدراما اللي فاتت ديت. ساعات كتير قوي يبقى في حاجات انا ممنوع اعملها لكن بلاقي نفسي بعملها، هي الخطيه. يسوع جه من السماء لارضنا علشان ياخد عقاب خطيه كل واحد ويخلي الخطيه اللي لازقه فينا ديت تبعد عننا. تعلمت ان اشكر ربنا في كل الحاجات اللي بتضايقني، واحب كل الناس واساعد اي حد. ان احنا نتعصى ربنا وما نضايقش الناس. اتعلمت ان انا اسامح واصدق ان ربنا موجود. اتعلمت ان مهما الشيطان حارب فيا اقول له لا. اتعلمت ان انا اساعد اي حد تعبان وما اضحكش على حد. خلص احتفالنا وخلصت فقراتنا، اتمنى تكونوا انبسطتوا معانا النهارده. كانت معكم اميره من السنابل نيوز مصر. باي باي. في أسئلة كتير عم تطرحوها بحياتكم وما عندكم جواب لها، سنابل نيوز بيساعدكم للحصول على بعض الأجوبة. واليوم عنا سؤال رح نواجهه مباشرة مع الدكتور أنطوان الشرطون. مستر أنطوان، بنرحب فيك ببرنامج السنابل نيوز مرة جديدة. في عنا سؤال حابين نسألك إياه. علمونا بالمدرسة إنه التدخين مش منيح بس أهلنا بيدخنوا، شو لازم نعمل؟ أوكي. أكيد اللي تعلمتيه بالمدرسة 100% صح، التدخين كتير مضر لصحة الإنسان، بس للأسف أوقات الماما أو البابا بيدخنوا وهذه الشغلة بتأثر على صحتهم وأكيد بتأثر علينا إذا كانوا عم بيدخنوا بقلب البيت. أولاً إذا كانوا عم بيدخنوا بقلب البيت بتقدر تطلب من الماما أو من البابا إنه لا بليز ما تدخنوا بقلب البيت، لأنه بهذه الطريقة نحن كمان عم نتنشأ الدخان اللي أنتوا عم بتدخنوا. بس أكيد وقت بدنا نقول الملاحظة بدنا نقول الملاحظة بطريقة كتير رايقة وكتير هادية، مش بدنا نصرخ عليهم أو لا. ثانياً نقدر نقول ونفسر للماما والبابا إنه الدخان منه منيح، ونحن أخذنا بالمدرسة وتعلمنا معلومات كتير عن الدخان قديش هو مضر بالصحة، وبتقدروا تفرجوا للماما والبابا ريسيرش أنتوا عملتوه أو شيء كتبتوه أو الدرس اللي تعلمتوه بالمدرسة عن التدخين، وبهذه الطريقة الماما والبابا كمان رح بفكروا بقضية التدخين وبقضية العادة السيئة اللي عم يعملوها. هلأ للأسف بعض الأحيان الكبار مثل الماما والبابا والأشخاص صاروا كبار بالعمر
بيعرفوا انه اشياء منها بتكون كتير منيحة بس بيستعملوها. من هيك لازم الواحد دايما يكون منتبه على العادات تبعوله، وما تكون عادات سيئة بل تكون عادات دايما جيدة لصحته وتكون جيدة تجاه الآخرين. مثلا عادة الكذب، في أشخاص كتير بكذبوا، هذه عادة كتير سيئة ما لازم أبدا نعملها ولازم نتجنبها قد ما بنقدر. وأكيد عادة التدخين كمان مضرة كتير للصحة، ومنقدر بهذه الحالة نقلهم للمام والبابا أن ينتبهوا على صحتهم ويبتعدوا عن الدخان قد ما بيقدروا. أنا بشكركم وبشكر مشاهدتكم لكل الحلقات تبعوا سنابل ميوت وللملاحظات اللي عم بعطيكم إياها، وبتمنى أنه تكونوا عم بتطبقوها، وإذا الله راضي بنلتقى أكيد بحلقات جديدة. أنا بشكرك على جوابك. إذا عندكم مشاهدينا أي سؤال بتحبوا تطرحوه نحن مستعدين أنه نجاوبكم. بعتولنا أسئلتكم على الفيسبوك أو بالإيميل. ريتا من العراق عندها موهبة حب تخبرنا عنها. ننتقل للعراق. أنا اسمي ريتا بشار وعمري 10 سنوات، وأنا هنا بكنيسة مار بولس، وهسا أنا رح أعرفكم عن موهبتي. يفيض من حبك ويشدو دوما أحبك. لما جيت للكنيسة بالتعليم مسيحي كان الصبا معلمتنا للجوقة كانت تعلمنا أناشيد، وبعدين شاف الصوت حلو قالت لي لازم تنضمين للجوقة، وأنا بعدين انضميت. ريتا أنا دائما أنه أدزلها تراتيل، عندنا جروب للجوقة، ريتا هي أصغر طفلة داخله ويانا بالجوقة، انه اعمارهم كبيرة بس انا ما اعتبرها هي صغيرة لانه صوتها اكبر من عمرها. احبك يا الهي لاخر نسمة في حياتي. طبعا انا وامها دعمناها كلش، نشجعها دائما انه ترتل، خاصة من نصلي يعني نقولها تعالي ريتا رتلينا صوتك حلو، وإذا عدفت ملحوظات ننطيها حتى نحسن من أدائها. أنا أحب كل التراتيل، أميل إلى تراتيل الهادئة إنه هي تدخل بقلبي. طموحي إنه أنا أبقى مرتلة وعندي يعني تراتيل وسيديات، وهاي التراتيل تعبر السلام للناس المسيحيين بالعراق. كثير أفلام بتضحك بنشوفها على شبكات التواصل الاجتماعي، بنستعرضها سوا. لأنه خلصت حلقتنا لليوم، صار لازم ودعكم. بشوفكم بحلقة جديدة.